انترفيو. عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وين ما كنتوا، كما وعدناكم كما تسمعوا على على موجات اكسبريس اف ام، انه باش يكون متواجد في بوسطن بمناسبه الريتويت اللي تنظمها تونيجين امريكان يونغ بروفيشنالز. تحيه الكل اللي سالوا عليا ويقولوا وقتاش باش نكون معاكم في التغطيه. دونك نبداو اليوم نهار الجمعه ومتواصله نهار السبت، نهار الاحد، نهار الاثنين وحتى نهار الثلاثاء ان شاء الله. حاضرين معنا زوز ضيوف اليوم الصباح، غدوة نذكر نهار السبت تبدأ الريتويت، دونك اليوم نهار الجمعة حابين نكونوا معكم في ان بوان اكسبسيونيل. معنا زوز أشخاص سهروا على التنظيم تاع الريتويت هذه في بوسطن. حاضر معنا اونور دام، نبداو بنهاية غزواني اللي هي هوني عندها مسؤوليات في مجال الاي تي، تخدم شيء اسمه مو ماش كان تعرفوها دونك، ومسؤولة في لجنة التنظيم. وسي مراد شاوش اللي هو عنده مسؤوليات في شركة تعرفوها أمازون، بالتحديد في أمازون ويب سيرفيسز، وكيف كيف مسؤول هوني في لجنة التنظيم. الزوز يعيشوا في بوسطن سي نورمال، دونك الريتويت صايرة في بوسطن فورس بون، دونك عملوا عليهم أكثر. مرحبا بكم الزوز. عايش مرحبا. الو تيان نبدا معك انت، دونك نعطيك انا لو ميكرو تاعي، دونك تحيه اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا زاده. الفكره تاع الريتويت صارت وحده في نيويورك فتره بعد جيل كوفيد، هي الفكره انه تكون لقاء سنوي سا اختيار بوسطن. علاش انتم عملتوا لوبينغ باش يجيو بحدكم الناس كل بوسطن؟ انا يظهر لي سيتي اون سويت لوجيك، معناتها بعد نيويورك تقابلنا، بعد ما تقابلنا وتعرفنا على بعضنا On a proposé Boston et je pense que l'idée est d'aider Mara Mourad ou Mara Ramzi. Ramzi Lefri, c'est d'aller voir, il fait partie de l'âge de Tadim de la Type. C'était une suite logique. Je suis allée à Boston, j'ai dit que je suis allée à Boston. Ou Bdina Khamo Feha, effectivement, c'est devenu plus concret. Ou Bdina, ou Bdina. وخلطنا وفتايا باش نبداو غدوة ديجا بعد ما مازال. سي مراد للي ما يعرفش ديجا بتتخ حقنا نبداو من غادي، ولو انه يذولي برشا مستمعين وسمعوا البوندانونس وكل الدور في كلمة، شنية تايب اون فيت تونيجين امريكان يونغ بروفيشنالز؟ نعرف شنية تايب، مي شنو تحبوا تعملوا فيا من خلال هالريتويت هذايا، خاطر هو الدور من ادوار تايب. تايب جمعية بروفيسيونيل، يعني بتاع معظمنا دي بروفيسيونيل نخدموا هنا في أمريكا، بعض منا في كندا مكثرنا في أمريكا، وعنا دي ستوديون برشا طلبة زادة كي معنا. الريتريت تلمنا على خاطر أمريكا بلد كبيرة برشا، واحد ما يتصورهاش قارة كاملة، باش ما نشوفوش بعضنا برشا، فرصة كبيرة باش نلموا بعضنا الكل في بلاصة واحدة ونعملوا نتوركينج، نجموا نتعرفوا على بعضنا، نسهلوا يعني الاتصالات، نتسهلوا لي زيدي و انتربرناريا باش نعملوا يعني نحلوا الفرص للناس الكل بما فيهم احنا اللي لينا برشا لهنا، والطلبة زاد اللي مازالوا كي وصلوا الفرص باش واحد يعمل نتوركينج. تونيجين امريكان يونغ بروفيشنالز اليوم، ولكن كان يحكي سي مراد على الطلبه. كي خممتوا تعملوا الريتويت هذايا، التركيبه نتاعها اللي تي كونسو لشكون؟ معناتها ساتيسفير كيل بوبليك؟ معناتها جو بونس فما صار اون ايفوليسيون في التايب، معناتها احنا بدينا باليونغ بروفيشنالز، اي جو بونس فما اون ديفينيسيون كبيره نتاع يونغ، معناتها مراد از يونغ، اي ام يونغ، يو ار يونغ، ديبيند اون ذا ديفينيشن، معناتها كيف احنا نقولوا هوني. باغ كونتخ جو بونس لي ستوديون ايتي اون سيبل، مي اوسي فما عباد اللي هم زروا بداوا حياتهم في بوسطن معناتها اون تونك بروفيسيونيل، ايزون بوزوان دو سوتيان، اي اوسي فما اون كوميونيتي اللي قاعد تبني بشويه بشويه. وكيما قال مراد معناتها البلاد ياسر كبيره والتوانسه ماهمش برشا. دونك اون ايفولوي معناتها لا ديفينيسيون تاع تايب ولمينا اكثر التوانسه دو مانيير جينيرال باش نعملوا اون كوميونيتي نقويوها. وفما عنا انا جو بونس دو مون كوتي ما بيرسبكتيف نتاعي فما ان موديل كي ماسبير انورمومون هو الموديل الليباني. اي تلقى برشا لبنانيين يلموا بعضهم، يقويوا بعضهم، يطلعوا بعضهم، ديما معناتها فما اون كوميونيتي دو سيبور دو سوتيان اللي هي ديما موجوده. اي جو بونس كو احنا كتوانسه اللي احنا ماناش برشا في امريكا، كي نخطو نلموا بعضنا بالطريقه هذيك ونقويوا بعضنا ونعاونوا بعضنا، سي ان تري بون ديبو كيل كو سوا لاج. دونك بدينا افيك لي جون، مي جو بونس كو لي جون توا افيك لو طون قاعدين نكبروا ونعاونوا في دوطخ جون، اي جو بونس كو لا كوميونيتي قاعده تكبر.
بالنسبه لل بون حكيت على الموديل الليباني، فما الموديل الاردني زاد، معناتها فما فريمون قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ياسر ومن سنوات، معناتها بامكانيات اخرى، معناتها مش كان امكانيات هكا بتاع مجتمع مدني، فما سوفون دعم تلقاه حتى من الدوله، معناتها دعم رسمي. احنا بون سفاره قريبه معناتها من طيب، طيب قريبه من السفاره، مي فوالا معناتها خدمه تسمى خدمه تونسيه، مش خاطر لي تونسي تسمى باهي، خاطر فريمون بدي مويان اخرين قاعده تخدم. الريتويت هذايا تو الهدف بالطبيعه هي سيت اوبجيكتيف كوميونيتير، لمو الكوميونيتي توانسه ان بو بارتو، حاول على الاقل مره في العام الناس تتلاقى مع بعضها. مي اودلا دسا فما اون ابروش سانتيفيك، معناتها فما ندوات، فما نقاشات معناتها تصير. اعطينا فكره سي مراد ممكن على برنامج الريتويت تاع السنه في بوسطن. اي البرنامج متنوع برشا، يعني في بعض حاجات بلوتو انترتينمنت، يعني حاجات ترفيهيه، حاجات نتاع نتوركينج، وعنا ايس بريكر مثلا باش نديو الناس الكل، لكن فما عنا في بارتي من الريتريت اللي هي كلها بروفيسيونيل، ستادير اخترنا 5 تيم، تيم سانتي اي تو سكي ريليي على سانتي، عنا تيم تكنولوجي، عنا تيم ليدوكاسيون والريشيرش، عن التيم نتاع الانتربرناريا، وفينالمون عن التيم لو سانكيام سامحني نرجع دونك سور لي 5 تيم هذوما عندنا بريك اوت سيشن، يعني دي سيسيون والناس الكل لي بروفيسيونيل من الدومين هذاك يتلموا ويتناقشوا في شنو هما الحاجات اللي المهمه اكثر اهميه بالنسبه ليهم، اللي فيها اكثر نوفوتي في السيسيون هذوما، باش تلقى دي ستوديون وباش تلقى زاده دي بروفيسيونيل، والناس الكل نتعلموا من عند بعضنا، وفرصه باش يعني نتعرفوا على بعضنا، فرصه باش نتفاهموا في هذوما لي سوجي اللي المهمين اكثر حاجه، وفرصه زاده باش واحد يلقى يعني فرص نتاع مهنيه، فرص باش نجم تلقى خدمه ايتترا. واخر حاجه فرص باش كيفاش نجموا نعاونوا تونس ونلقاو ناس في نفس الدومين هذاك في تونس اللي نجموا نتعاملوا معاهم ونجموا يعني نحطوا دي بون فهمتني باش تعرفوا عليهم. هذوما يعني لي تيم الكبار في السيسيون هذه. دونك اللي هما هيلث كير، فما هيلث كير دونك هذا ماكش بعيد على القطاع هذا، فينونس، اي تي، سي سا؟ فينونس وليدوكاسيون. ليدوكاسيون والريشيرش. هما لونتربرونيا، الريشيرش والاي تي. فوالا. هذوما لي 5 تيم. فوالا دونك سي بون. فما. تاش تخدم. فما 3 aspects sur lesquels on s'est concentré à part معناتها les 5 domaines هذوما اللي هما دابور نحبوا معناتها نلموا la communauté pour un aspect intellectuel اللي باش نتعلموا برشا حاجات من بعضنا باش ننميو بعضنا وننميو la communauté. فما l'aspect professionnel اللي احنا avec ces 5 dimensions هذوما نجموا نتعلموا برشا حاجات من عند بعضنا et après à la fin c'est l'aspect humain et communautaire. خاطر عندنا عشاء باغ اكزومبل معناتها عندنا حاجات كما قال مراد، معناتها فما ترفيه وفما ميوزيك وفما عشاء وفما برشا حاجات اللي احنا نجمو نعملوهم باش نتعرفوا على بعضنا باش نلموا لا كوميونيتي هذايا باش نخمو في برشا حاجات اللي احنا نو سولمون نميو لا كوميونيتي في امريكا مي اوسي نجمو نخمو او دولا دو امريكا اي بارتاجي ان سافوار فير بور معناتها لي اترانجي لي تونيزيان اترانجي معناتها لي تونيزيان على اترانجي ان جينيرال واللي ان شاء الله دون الفوتور باش يجيو على اترانجي بارتاجي سافوار فير باش العباد كي تجي زاد تعرف شكون مع شكون تحكي ولا شكون تقدم وكيفاش تقدم. توانسة باش يجيو من السيليكون فالي، من شيكاغو، من واشنطن، من نيويورك، من ال اي، من سان فرانسيسكو، معناتها من هوني، من بوسطن، ان بو بارتو، معناتها هذوما اللي نعرفهم، معناتها كو سوا يتابعوني على الفيسبوك ولا حكيت معاهم. الطلبة التوانسة كيما كنت سي ريفيرونس سا، معناتها نهي اليوم معناتها هوني في بوسطن نلقاهم في هارفرد، في ام اي تي، ولكن موجودين في يو سي ال اي، موجودين في جورج تاون، موجودين بو بارتو في اهم الجامعات وفوالا واختصاصات مختلفة. الخدمة باش تلم هذوما الكل مش بالساهل، دونك هذا ضغط ايجابي معناتها عملوا لكم. تعطيوناش فكره على الناس اللي باش تحضر اون طونك باناليست، معناتها هنا ديجا سافا دوني اون ايدي باش ياخذوا بهتين ممكن، معناتها كي نعرفوا مثلا مدام سايبي كي تي كانديدات للميري نتاع بوسطن ولا غيره، معناتها اليوم سا دوني اون ايدي على التوانسه في انا مجالات موجودين حتى في السياسه هوني في بوسطن، معناتها كان عندنا تونسيه مترشحه لل بور لا ميري. عندنا ناس عندنا
شخص يعني جاي من الناشونز يوني سو سكرتير جينيرال تاع الناشونز سي خالد خالد سي خالد خالد عندنا ناس جايين كي يخدموا في جولدمان ساكس عندنا ناس يخدموا في يعني غران سوسيتي دو تيليكومونيكاسيون لي بانيليست فما عندنا في اي بيز كيما نيسا سيدي وعندنا ناس اللي هما دي غران بروفيسيونيل وعندنا ناس هذا كي سون دي بروفيسور دونيفرسيتي كو سو سوا ان ويو ولا كورنيل ولا بعض les autres, les grandes universités. Donc, toute une panoplie t'as des professionnels ou femmes les sessions générales ou femmes des gens qui participent fait les sessions breakout sessions ils sont spécialisés les industries qui me parlent. Voilà, donc les نوها انتم بخدمه قاعدين تخدموا فيها عندكم مده عندكم اشهر معناتها قاعدين تحضروا شنو اللي كان شنو اللي تستنوا تخرجوا به معناتها باش تقولوا مثلا نهار لحد كي نعملوا انترفيو واحنا تعدى نهار اثنين مثلا تبداو تقولوا اوني ساتيسفي معناتها شنو اللي الاهداف اللي حاطينهم بالنسبه للريتريت هذه بالذات تحبوا تخرجوا به زين نحس روحي باش نعاود لك شويه مي جو بونس كو لو بوت تري كوميونيتير معناتها تحب كنا نعطيني حاجات ناخذ نهار لحد في اخر النهار نقولوا اول حاجه شنو تعلمت اذا كنت تعلمت حاجه معناتها فما بليزيور دومين اللي احنا باش نحكيو فيهم فما 5 غران دومين اي فما دي سبيكر نوتس وفما دي ايفينمون اللي باش نعرف فيهم على بعضهم اي دونك على فان نحبوا نعرفوا شنو اللي عبيت تعلموا في لي سيسيون هذوما مي اوسي على شكون تعرفت واسكو فما دي بوسيبيليتي نتاع منتورشيب باغ اكزومبل اسكو فما عبيد تنجمو اليوم يعاونوك لي تقدم اكثر في خدمتك وتقدم شويه في حياتك فما عبيد كي تانسبير اللي هما ينجمو يعاونوك باش تقدم دونك هذوما كان ناخذو ديجا لي دو بيوت هذوما اون اورا ريوسي و كونكريتمون نجم نزيد كونكريتمون نحبو نخرجو افيك دي جروب لينكدين سبيسياليزي في شاكون دو هذوما لي اندستري هذوما باش نقول لك اسكو بلاتفورم باش تعمل فوالا اسكو دي زوبجيكتيف كيما هكا اوسي سبيسيفيك انو تقول خاطر عملتو صعيب مازال لي اصعب معناتها توا لميتو اللي تجمد الموه مازال وانا متاكد ما لميتوش الناس الكل دونك كري ان اسباس وين هما يقعدوا ويجيبوا غيرهم افكتيفمون باش نستعملوا معنا لي ريزو سوسيو سورتو لينكدين سي ان ريزو سوسيال بيان سور بروفيسيونيل باش نختاروا لي 5 تيم هذوما باش نزيدوا دي تيم اخرين زاد خاطر فما ناس ماهمش في حتى واحد من لي تيم هذوما لي زارتيست لي بروفيسيونيل معنا لي كرياتيف فما زاد تو سكي دومين des gouvernants. Donc, on va créer des réseaux, des comptes spécialisés, où on va inviter les gens, les géo-retraites, ou les gens qui sont tout autour, et les gens le mouhum. C'est pour faire une continuité, mais bien retraité ou retraité gère. Et en fait, agrandir les réseaux, les gens qui ont été mis en place, باش نكملوا وهذاك سافا يترك اون بلاتفورم باش الناس اللي جايين لامريكا ولا حتى اللي مش جايين لامريكا ينجموا يبارتيسيب باش يعرفوا شنو هما لي زوبورتينيتي ونجموا نعاونوهم سي اون اوتر بلاتفورم نتاع منتورشيب زاده نتاع الناس ونحبوا نتعلموا من ناس اخرين مش احنا بركا انا توت لي زيدي نحبوا نتعلموا من الناس اللي باش يجي ان شاء الله معناها يتلاحقوا بينا سؤال نهائي ولا حاب تضيف حاجه؟ اي نقول كي ناخذ لي دو بوت اللي قلت لك عليهم جو بونس كو سيت فوا سي اون ا بو بري وصلنا 150 معناتها 150 بيرسون كي فون فينير ان شاء الله للريتريت لو بوت سي كو لو بروشان ريتريت سي اون اريف ا ريوسير افيك لي دو بوت اللي احنا معناتها حاطين ليهم سي كو باش ناخذ طول اكثر ناخذ 250 او 300 Et après, c'est pas seulement, encore une fois, pour moi, c'est pas seulement les États-Unis, c'est pas seulement Boston. Ouais. C'est vraiment un modèle pour aussi tous les Tunisiens qui sont à l'étranger. Je n'ai pas mis les communautés où ils sont tous d'ailleurs là. البرامج هوني سام في بال ترانزيسيون للسؤال اللي كنت نقول لكم اللي حاب يجاوب عليه وبروبابلمون زوز هذا كله للكوميونيتي والتونس جوستومون خاطر موبيليزي لا كوميونيتي ومن بعد زاد فما ان اوتر اوبجيكتيف سي كيفاش هالكوميونيتي هذايا تنجم تعاون معناتها تونس دونك كيفاش تايب تخدم على الاسبي هذا ديجا فما بيجي من تونس انا منهم دونك فما ضيوف اخرين معناتها سون معناتها مهتمين بالعلاقات التونسيه الامريكيه لو جيف باك كيفاش ترجع تونس فما دو منتورينغ زاد بور جوانتر سو كي بو اتر في على الكوميونيتي هوني نجم كامل على تونس Maintenant, j'ai quelques idées, Mourad, je me dis des idées MTA, mais je pense d'abord le mentoring, comme j'ai mentionné, est un aspect très important. Ça m'a partagé un savoir-faire pour la communauté, d'ailleurs, je me dis, par Chalton, la communauté tunisienne. Ça m'a aidé à l'existence d'un système de soutien, qui est là, et d'arriver à l'aider à l'aider.
معناتها بور لي ستوديون ولا العباد اللي باش يعملوا ترانزيسيون بروفيسيونيل باش يبدلوا البلاد. اي سي بور سا كو جانسيس اللي هو سي با سولمون لي ستاتوني سا سي جوست ان اكزومبل توا احنا نعملوا فيه هوني واللي ان شاء الله معناتها يكبر ويولي اكثر في بلايص اخرين. مي اسيغي لا ترانزيسيون بروفيسيونيل اي افوار ان سيستيم دو سوتيان ا ترافير لا كوميونيتي بور سي جون لا. Et je pense que si on arrive à faire ça, c'est déjà très ambitieux. Femme Zeda Najmi, je me dis, Inch'Allah, vraiment, j'espère. Mais déjà, si on arrive à soutenir les personnes qui vont arriver, à soutenir les personnes qui sont ici, à soutenir les transitions et avoir un système de mentoring, je pense que c'est déjà une réussite. Et l'IHEA, elle sera exporté, mara okhra re-exporté, comme on dit mara okhra Tunis, اللي هي باش ترجع هذيك لتونس, ce sont des talents qui changent à Tunis, inchallah ينمي و تونس. علاقة نتاع مع تونس ديجا في الريتريت هذايا عندنا ابار لي غرو فيزيتور كيما انتوما اللي جاونا من تونس, عندنا زاد ان جروب دونتربرونور توينس دي فونداتور نتاع شركات في تونس, دي ستارت اب جايين هنا باش يتكلموا معنا. Une opportunité, ben c'est pas lié au réseau que nous avons. Une opportunité, li nahna, bish n'amlo alaqat ma'ham, bish ma'hom huma ou ma d'autres start-up fi Tunis. Bish opportunité, bish najmou n'aounouhom huma y'aounouna zada. Anna des étudiants barcha lehna, madha bihom barcha menhom yahbou yrawhou Tunis. C'est une opportunité, ben c'est pas lié au t'arfou ala douma, chrikat li jayin, mais aussi alaqat fi Tunis. في الصيف كل صيف تايب تنظم ان بوتيت ايفينمون اصغر من الريتريت هذيا نهار واحد يعملوه في البونليو نتاع تونس وين يلموا برشا برشا ناس اللي انتريسي اما باش يجيو لامريكا ولا انتريسي باش يعملوا علاقات مع تايب بور منتورينغ وبور دي لوبورتونيتي دو ترافاي اوتر فهمتني. دونك نشوفوا احنا الكوميونيتي نتاعنا لهنا مش اللي ماهيش نيسيسيرمون قاره في امريكا بوندون توت لور في بتر بعض منا كيما لي انا مي فما برشا اللي مروحين. دونك سي اون اوبورتونيتي باش ينظموا اكل بون فهمتني القنطره باش يرجعوا لتونس. دونك غدوه تنطلق الريتريت مش بعيد على باستن, احنا توا مازلنا في باستن, الحوار هذا مسجل في باستن مسجل. دونك تحيه للي يسمعوا فينا ما نجمش يكون لايف سينو راهو ماخذ برشا ولو انه تحيه الرمزي خاطر صبح معنا وقت باش يعمل الحوار لايف. مي بون الريتريت باش تكون مش بعيده على باستن, باستن مزيان على الاخر وني. دونك كيفاش الناس ينجموا يتبعوا؟ اسكو سي اوفير او بوبليك مثلا فماش ستريمينغ لايف حاجه؟ عندنا دو سيسيون ظهر لي اون لايف ستريمينغ, اما اخترنا باش ما نعملوهاش كلها لايف ستريمينغ على خاطر هي ريتويت باش تلم النتوركينغ خاطر نحبوا ولو امريكا كما قلنا كبيره برشا بلاد كبيره برشا يعني باش نلموا حتى 150 عبد ماهيش سهله قدرة ربي نتعدى كل شيء بالكذا عندنا 150 واحد جايين لكن سكيت امبورتون نحلوا هذا كوم اون بلاتفورم المره الجايه باش يكونوا اكثر وان شاء الله كوم نتوركينغ ريتريت هذه كيما الفرصه نتاع نعملوها كل عام في الصيف في تونس زاد فرص باش نكبروا الريزو نتاعنا وان شاء الله الناس يتعرفوا على تايب وشنو هو اللي بينيفيس معناها اللي ينجموا يتحصلوا منهم. اللي هما لي سيسيون اللي باش تعداو لايف عندنا دو سيسيون بلينيير وحده الانترودكسيون الافتتاح نتاع وعندنا ظهر لي الفي اي بي سيشن زاده هذيك باش تعدى لايف. اكسلون هي لسه فماش اخر حاجه تقولها للتوانسه اللي يسمعوا فينا هوني لايف من باستر؟ والله دابور ميرسي اللي انت استقبلتنا هوني ويعطيك الصحه استقبلتوني يا بابا يعطيك الصحه اللي انت وقاعدين نسجلوا هذايا مؤخر معناتها في الليل. والله جيسبيغ اللي احنا باش نشاركوا تونس باللي احنا نعملوا فيه توا اي جيسبيغ كون معناتها باش نعملوا اون كوميونيتي اللي هي باش تعلي اسمنا واللي هي باش تعاون البلاد وباش تعاون معناتها لي ديفيرون بيرسون اللي قاعدين يجيو بوغ اتان لي زوبجيكتيف اللي احنا نحبوهم. اي هذه فرصة اللي نحن باش ميرسي اللي معناها اوبورتونيتي باش نكونوا في ريبريزونتي في تونس ونحبوا نرحبوا بالناس اللي باش يجوا لامريكا باش يقراوا ولا باش يخدموا باش يتصلوا بينا معناها مرحبا بهم ويتصلوا بينا ونعاونوهم كيما نجموا. يعطيكم الصحة يعطيك الصحة أساسا هوني في لي كوليس دونك تايبر تايبر ديما اليوم اللي دون لونتربرونيا في تونس. دونك حبيت تقول حاجة أساسا؟ حبيت جوست نقول ونغميغسي
Ah, les partenaires, oui, bien sûr, entre beaucoup de partenaires, ça ne perd pas de l'or. Et on veut remercier nos sponsors, Anna Deloitte, Anna Taif, Tunisian American Enterprise Fund, Anna Expensia, ou Anna SMU. On a SMU qui participe, oui. Ou Highway. Highway, voilà. Ou Express FM, monsieur. Ou voilà. Ou Markallahu Fihum Al-Kul, معناها qui nous ont soutenus. Charles Baragé, acteur, خاطر les ambitions de ta retweet qui m'a قد ما بشاز وخد il y a beaucoup d'étudiants, ils peuvent pas Amérique كبيرة qui m'a قلت قرا ننسى il y a plusieurs fuseaux horaires là au Amérique. Alors avec Adad. 4 fuseaux horaires. Voilà, time difference بين côte l'autre. Femme Abed, معناتها c'est pas facile, tu sais faire chose déjà des étudiants au col donc قد ما femme Abed يدعم قد ما تنجم تجيب وتوما les jeunes هذوما ويحضروا. En tout cas, c'est une excellente idée. واصلوا احنا باش نكونوا معاكم, كنا معاكم قبل ومعاكم comme le Maracom, d'ailleurs les partenaires Ahnazeda qui nous permettent aussi bien évidemment d'être ici, qui m'a Tigeri ou SMU, Type aussi, donc c'est un partenaire. Je tâche pour Barsha Hajet, là où il y a l'émission Startup, vous allez voir, là où il y a des startups, il y a des Tunisian American Young Professionals, Alam Kemel, bravo, merci comme ça, Noé, Noé, un clin d'œil spécial, je connais, je me 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 connais, نجمو نحكيو عليها كلمة بيان سور نجمو تحب تروج للكولتور كولينير نتاعنا الثقافة tout à fait je veux promouvoir la culture tunisienne et la cuisine tunisienne moi جاوة تونسي زادة donc انا وزوز من اصحابي هذا سي فريمون سي اكسكلوزيف خاطر ما حكينا فيه لحد احد نجمو نحكيو بسرعة ليه احنا هوني سي اون ايه اون va le faire donc avec deux amis on est en train d'organiser un événement l'événement chez Koun il va inclure la cuisine tunisienne, la musique tunisienne, la huige tunisienne, jawa tunisi, et donc on va faire fi Boston en juin, inchallah. Et donc on a eu des amis qui vont très souvent mais à Fouchechouin mais qui d'où comme éclatent notre Louis c'est Lumina et très souvent Marata ils font une confusion avec une éclatent ou le mecle marbeya ou le mecle Marata le Masraya ou le Falastinaya et donc c'est une opportunité pour nous parce que nous disons voici احنا مثلتنا et voici شنو واجهونا et nous voulons نعرفوا معناتها تونس في بوسطن donc نبداو بوسطن نبداو بان ايفينمون ان شاء الله من هنا نقدموا. Voilà, donc l'événement est donc think big, start small. Je suis désolé, mais le fikra m'a dit que le terwij tout simplement, c'est bok de koumtouma, les koumabliens m'a dit que c'est un peu de choses, c'est un peu de choses. C'est vrai, c'est un peu de choses, 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 des branding, t'as boulden, t'es bené ou à la mekletoum, et vice versa. يعطيكم الصحة بغافو اللي تعملوا فيه انتوما انت مرات كل في تايب خاطر كلكم تخدموا كلكم عندكم التزاماتكم وهذا كل تعملوا فيه على اكوتي معناتها تونس والهدف الاخر سي باش ترجعوا حاجة لتونس معناتها بيان ايفيدامون وانا نعرف بوكو دو تايبرز معناتها اللي قاعدين يستثمروا في تونس قاعدين يعاونوا بالمنتورينج في تونس قاعدين يعاونوا بطرق مختلفة معناتها في لي ثينك تانك الى اخره دونك بغافو اللي تعملوا فيه الكل هذا كان الابيتايزرز donc le compte Instagram c'est Taste of Tunisia donc yeah. Taste au pluriel of Tunisia donc vous allez la cuisiner bechoué Taste of Tunisia Taste au pluriel voilà. Donc bechoué radin cadmon et puis surtout n'essayez pas type https type.org في اكسبريسو قعدوا معنا على موجة اكسبريس اف ام نرجع الكلمة لاستديوهاتنا المركزية مع زبيتي منيل غربي وسمع بحييكم هوني من بوسطن على فايب الانطلاقة الرسمية للريتويت هذايا الحدث اللي تنظمه جمعية تايب تونيزيان امريكان يونغ بروفيشنالز نهاركم مبروك